الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي الصف الثاني تخصص نسيج ان شاء الله موضوع حلقة النهاردة عن مادة المنسوجات وان شاء الله نتناول مع بعض باذن الله انسجة البيكة وخلايا النحل طبعا ان شاء الله احنا عارفين ان تراكيب المنسوجات بصفة عامة وكل مواد التخصص بصفة عامة وخاصة كلها بتكمل بعضها البعض كنا درسنا طبعا بعض الانسجة البسيطة في الصف الاول وخدنا في الصف الثاني الترم الاول تاثير تركيب النسجيه اللي هو تاثير الالوان وخدنا انسجه مختلفه ومتعدده منها انسجه هناخدها أن النهارده بدايه الترم الثاني ان شاء الله تكون حلقه ان شاء الله مثمره وحلقه نحاول فيها نقدم المعلومه بشكل سهل وبشكل بسيط وهنشتغل مع بعض المعلومه واكثر من سؤال هنطرحه مع بعض ان شاء الله خلال الحلقه نبدأ إن شاء الله عن أنسجة البيكا، أنسجة البيكا من الأقمشة اللي لها تأثيرات خاصة ولها استخدامات خاصة تعتبر كلمة البيكا هي أحد الكلمات الفرنسية مأخوذة من كلمة اللحاف والمقصود بده إن النسيج البيكا بوجه عام هو الأنسجة اللي فيها بعض الخيوط بتكون شائشة أو شائفة فبتدي مظهرية بشكل متميز بستخدمها في ملابس الأطفال واستخدمها ايضا في صناعة المفروشات وفوة المطبخ بالنسبة لانسجة البيكة لما نيجي نتكلم عن انسجة البيكة زي موجود امام حضراتكم كده ارسم نسيج بيكة من اللحمة على 12 في 4 مع عمل اللاقي ورباط الدوس قبل ما نحل مع بعض التمرين لازم نعرف القاعدة العامة لحل التمرين وازاي نبدأ نحدد المساحة بتاعتنا طب هل صيغة السؤال بشكل عام هي المساحة ال 12 لا ممكن تكون 12 ممكن تكون 14 ممكن تكون 16 ممكن تكون 18 وهنتناول مع بعض ان شاء الله تحديد المساحات المختلفه والمتعدده في التمرين هل في صيغه ثانيه للسؤال ممكن يحددها لي غير 12 في 4 او 16 او 20 في 4 عندنا كتحديد مساحه ممكن يقول لي مساحه القلم 4 فتله او ستة فتلة في الحالة دي هنتناولها برضك بالشرح ونقول كيف يتم تحديد المساحة من خلال تحديد الالم آه البيكة اللي بندرسها في موضوع النهاردة خاصة بالترم الثاني زي ما بأكد ثاني هي من الانسجة الهامة آه في مادة الفحص والتحليل وكذلك في مادة المنسوجات اللي هي التركيب النسجية انسجة البيكة في عندنا نوعين من البيكة في بيكة من اللحمة وبيكة من السداء البيكة موضوع حلقة النهاردة هي بيكة من اللحمة والتضليع والتقليم في اتجاه السداء هنشوف مع بعض المساحه الموجوده امام حضراتكم زي موجوده على الشاشه كده ارسم بيكه من اللحمه على مساحه 12 في 4 مع عمل اللأي ورباط الدوس اول حاجه بنقول لما يقول البيكه بتاعتنا 12 المساحه 12 في 4 المساحه 12 في 4 انا عندي الاربع لفيت الاربع لحمات دول هنقول دائما هم ثابتين اربع لحمات عددهم ثابت مش هيتغير ال 12 عندنا اللي هم ال 12 فتله المفروض بفرح منها اربع فتل هنقول اربع فتل ليه هيبقى عندي 8 من ال 12 هقسم ال 8 ديت على 2 يديني 4 طب ال 12 بتاعتي اللي هي 12 فتله أنا طرحت منها أربع فتل ليه؟ أي بيكة مرسومة من اللحمة بيبقى عندي فتلة سادة موجودة في الأول وفتلتين في النص سادة وفتلة في الآخر سادة ويجي القلم التضليعة بتاعتنا ما بين الفتلة والاتنين وما بين الاتنين والواحد يبقى الأربع فتل اللي أنا طرحتهم دول هو عشان فتلة مرسومة في القلم الأول ثم برسم فتلتين في المنتصف ثم برسم فتله في الاخر طب لما قسمت 8 على 4 قسمت 8 على 2 ادتني 4 يبقى القلم الواحد مساحته 4 فتل القلم الواحد مساحته 4 فتل يبقى المساحه الكليه بتاعتي هي 12 فتله المساحه الكليه هي 12 فتله خدت منهم فتله في الاول و2 في النص وواحده في الاخر يبقى ادي الاربع فتل اللي انا طرحتهم. قسمت الثمانيه اللي فضلوا من ال 12 على الاثنين طلع اربعه، يبقى القلم الواحد الاولاني هيبقى اربع فتل والقلم الثاني هيبقى اربع فتل. طب ممكن يحدد لي مساحه يقول لي ارسم بيكه علما بان عدد فتل القلم الواحد اربع فتل. يبقى في الحاله ديت هقول له اربعه زائد اربعه للقلم الثاني زائد اربعه اللي هما فتله في الاول واثنين في النص وواحده في الاخر يبقى التمرين عندي ليه صيغتين في السؤال يا اما يحدد لي المساحه 12 في 4 فبالتالي ال 12 بقت جاهزه يا اما يقول لي ارسم بيكه علما بان عدد فتل القلم الواحد اربع فتل انا عندي قلمين وعندي اربع فتل ساده واحده في الاول واثنين في النص واحدة في الاخر فبالتالي يبقى انا ممكن احدد المساحه لو قال لي عدد فتل القلم الواحد اربعه طيب الموجودة أمام حضراتكم على الشاشة ارسم بيكة من اللحمة على 12 في 4 مع عمل اللقي ورباط الدوس. نشوف مع بعض كده. جبنا ورق المربعات بتاعنا اللي هنرسم عليه. محتاج أحدد 12 فتلة وحدد أربع لحمات. الأربع لحمات اللي عندي اللي هحددهم أدي 1 2 3 4 أدي أربع لحمات. الاربع لحمات اللي انا حددتهم دول هما اللي احنا اتفقنا عليهم ان هما ثابتين اللي هما البدايه بتاعتي لارتفاع تكرار البيكه طيب انا محتاج كام فتله محتاج اتناشر فتله محتاج اتناشر فتله ادي خمسه وخمسه عشره وادي الاتنين ادي الاتناشر يبقى انا عندي المساحه بتاعتي اول حاجه عملتها حددت الاتناشر في اربعه ال 12 في 4 الفتله الاولى عندي موجوده اتفقنا مع بعض ان احنا بنرسمها نسيج ساده واحد على واحد. طب الفتله الاولى نسيج ساده واحد على واحد زي ما موجوده امام حضراتكم اهو فوق واحده تحت واحده فوق واحده تحت واحده. ادي الفتله الاولى. ممكن نظللها وتظهر امام حضراتكم واضحه جدا زي ما موجوده امام حضراتكم على الشاشه. الفتله الاخيره بتبقى اختلاف تاني للنسيج الساده في احد الطرق للاستخدام ان احنا بنفرد نسيج السادة على المساحة الكلية للتمرين وانا احب افضل ان انا ارسمها الاولى والاخيرة واشوف مقدار الالم الواحد ال 12 فتلة اللي كانوا عندنا طرحنا منهم أربعة وقسمنا على اثنين طلع ثمانية يعني أنا محتاج الألم الواحد واحد اثنين تلاتة أربعة محتاج أربع فتل للألم الأولاني واخد فتلتين في النص لنسيج السادة العدد بتاعي اللي هو الأربعة دوت هنحتاجه دلوقتي في التمرين اللي بعد كده إن شاء الله بنقول لو العدد ده فتل القلم الواحد أربعة أو ستة أو ثمانية يعني عدد زوجي بالتالي بقول اختلاف أول للسادة الفتلة اللي في النص برسمها اختلاف تاني والفتلة اللي بعديها اختلاف أول وفي النهاية انتهت معايا باختلاف التاني يبقى زي ما هي واضحة أمام حضراتكم كده رسمنا فتلة سادة في الأول، وسيبنا أربع فتل اللي هم عدد فتل الألم الواحد، رسمت اتنين سادة في المنتصف، إداني فتل الألم التاني أربعة، رسمت الفتلة الأخيرة اللي هي السادة واحد على واحد، يبقى الاختلافات مشيت أول، تاني، أول، تاني. إذا كان ده عدد فتل القلم، عدد فتل زوجية، مش عدد فتل فردية. في الحالة ديت بعمل إيه؟ بظلل المربعين الموجودين أسفل الألم الأول طبعا بنفس اللون لأن البيكا كلها لون واحد ظللت المربعين الأولين أهو هعمل تبادل في التشييف وأظلل الألم الثاني ظللت أسفل يبقى ظلل هنا الأعلى. يبقى أنا كده ظللت مع حضراتكم. التظليل لفتلتين البيكة وده التشييف اللي موجود اللي بيدي للبيكة مظهرية خاصة عن بيت الأنسجة الموجود هل التمرين انتهى على كده؟ لا المفروض بكمل النسيج بتاع السادة واحد على واحد أي مربع فاضي يبقى جنبه مربع مليان ولازم تديني اختلافات في النهاية سليمة كاملة لو جم علامتين جنب بعض من نسيج السادة يبقى التركيب النسج بتاعي مش مظبوط ده مربع مليان يبقى جنبه مربع فاضي يبقى المربع الفاضي جنبه هنا مربع مليان وبالتالي بعكس اختلاف اول تاني اول تاني كده يبقى انا خلصت النسيج بتاعي وهو نسيج بيكا ناتج من عدد 12 فتلة في اربع لحمات مطلوب عمل نلاقي ورباط الدوس البيكة تلقى دائما على ست درقات لما نيجي نلقيها الست درقات بلقي فتل السادة بتاعتي الأول الفتلة السادة بتاعتي اللي أنا عملتها في البداية ده اختلاف أول والفتلة التانية ده اختلاف تاني وده اختلاف أول وده اختلاف تاني دول أول درقتين لنسيج السادة اللي أنا لقيتهم في أنسجة البيكة طيب السادة هياخد اختلافين أو ياخد درقتين الألم الثاني لو أنا بصيت عليه كده ورقمت الأرقام كده ده اختلاف واحد اتنين واحد اتنين يبقى أنا عندي درقتين لنسيج السادة اللي هم الأربع فتل اللي موقعهم فتلة في الأول واتنين في النص وواحدة في الآخر لما أجي أرقم فتل الألم الثاني عشان أعرف عدد الدرق بتاع البتاع الموجود عندي ده اختلاف رقم ثلاثة اختلاف رقم أربعة اختلاف رقم ثلاثة، اختلاف رقم أربعة. القلم الثاني يبقى ده اختلاف رقم خمسة، مفيش متشابه من أحد الفتل الموجودة أمامه أو اللي سابقة، خمسة وعندي ستة. يبقى أنا كل اللي محتاجه في عدد الدرق محتاج ست درقات، عملت الأولى والتانية لنسيج السادة واحد على واحد، نلقي بقية الألم ونشوف الألم الأولاني اتفقنا إن هو ياخد الدرقة رقم ثلاثة. والدرقة رقم أربعة الدرقة رقم تلاتة والدرقة رقم أربعة يبقى دي تضليعة الألم الأولاني وفتح الألم الأولاني طب الألم الثاني هلقيه على الدرقة رقم خمسة الدرقة رقم ستة الدرقة رقم خمسة الدرقة رقم ست يبقى أنا بالتالي أعزائي الطلبة والطالبات أنا محتاج عندي ست درقات فبالتالي محتاج ست دواسات الست دواسات اللي أنا عايزهم اللي أنا هستخدمهم بناء على الدرق وعندي ارتفاعي اللي هو الأربع اللحمات بتوعي. طب الدرقة الأولى من نسيج السادة واحد على واحد بتقول أنا عندي الاختلاف الأول، آدي الاختلاف الأول فوق واحدة تحت واحدة. الاختلاف الثاني لنسيج السادة تحت واحدة فوق واحدة تحت واحدة فوق واحدة. أبتدي اخد اول فتلتين من القلم البيكه من التضليعه الاولى اللي هي رقم 3 و واربعه واخد بعديهم التضليعه الثانية اللي هي خمسه وسته اول فتلتين في القلم الاول واول فتلتين في القلم التاني ممكن بعض ابنائنا الطلبه والطالبات يعملوا حاجه كويسه اوي يقول انا كده ظللت اصلا بالتبادل عملت مربعين متبادلين دي طريقه للتحديد وطريقه للشغل حد تاني هيقول لا انا خدت هنا اقول فوق اتنين تحت واحده فوق واحده وهنا فوق تلاته ادي فوق تلاته الفتله رقم خمسه تحت واحده فوق تلاته الفتله رقم سته هاخد اول واحده واسيب واحده واخد اتنين يبقى بالتالي اعزائي الطلبه والطالبات احنا تناولنا دلوقتي كده طريقه رسم بيكا على مساحه 12 فتله واربع لحمات بيكا من اللحمه ومضلعة في اتجاه السداء تلقى هذه البيكة على ست درقات ومعايا ليها ست دواسات اتفقنا في بداية التمرين أي مساحة هيدهاني لو مدين أي مساحة بطرح منها أربعة والناتج الموجود عندي بقسمه على اتنين فبالتالي عشان أعرف قيمة الألم الواحد طب تمريننا ده كان عندنا كام فتلة؟ اتناشر فتلة طرحت منهم أربع فتل اللي هي الفتلة الأول في النص فتله في الاول واثنين في النص وواحده في الاخر فضل من ال 12 8 فبالتالي لما قسمت ال 8 على 2 اداني اربعه يبقى القلم الاولاني محتاج التضليعه بتاعته اربع فتل والقلم الثاني اربع فتل فبالتالي يبقى انا عندي مساحه التمرين المساحه ثابته في طريقه الحل وطريقه العمل. نشوف مع بعض حضراتكم كده التمرين رقم اثنين ارسم نسيج بيكا من اللحمه على 12 في 4 على 16 في 4 مع عمل اللاي ورباط الدوس. لو احنا بصينا مع حضراتكم بالنسبه للتمرين الموجود دوت اتفقنا ان احنا عندنا المساحه بتاعه اللحمات ثابته اربع لحمات محتاج الفتل 16 فتله ال 16 فتله دول مطروح منهم او بيطرح منهم اربعه اتفقنا ان الاربعه بتوعنا دول فتلة في الأول واتنين في النص واحدة في الآخر يبقى أنا عندي كده القلم الواحد هيجي على ستة فتل يبقى ستة وستة اتناشر ولا أربعة ستاشر يبقى لما أجي أشتغل على ورق المربعات أنا محتاج الأربع لحمات بتوعي موجودين أدي الأربع لحمات بتوعنا موجودين أمام حضراتكم اهم ملينا خدنا المساحة بتاعتنا اهي حددنا حددنا أربع لحمات واحد اتنين تلاتة أربعة وحددنا ستاشر أدي خمسة وخمسة عشر وخمسة خمستاشر أدي ستاشر فتلة اتفقنا إن إحنا عندنا فتلة في الأول سادة واحد على واحد اختلاف أول الفتلة الأخيرة سادة اختلاف تاني تحت واحدة فوق واحدة تحت واحدة فوق واحدة بالتالي أنا عندي أنا خدت من الستاشر كده فتلتين لسه عندي فتلتين موجودين في النص ال16 بتوعنا لما نطرح منهم الاربعه يطلع 12 يبقى ال12 اقسمها على 2 يبقى 6 يبقى انا محتاج في القلم دوت 1 2 3 4 5 6 محتاج 6 فتل للقلم واخد فتلتين في النص بالتالي الألم الثاني واحد 2 تلاتة أربعة خمسة ستة يبقى فعلا المساحة جت مظبوطة معايا يبقى الأربع فتلة اللي أنا طرحتهم هي فتلة في الأول واتنين في النص وواحدة في الآخر الستة دي دة عدد زوجي خدت هنا اختلاف أول هبدأ هنا بالاختلاف الثاني ثم الاختلاف الأول وبنهي بيها الاختلاف الثاني يبقى أول تاني أول تاني طيب المساحه بتاعت احنا اتفقنا التضليعه بتاعتنا بناخد اول لحمتين بنظللهم المساحه المظلله او المهشره او اللحمات الشائشه او الشائفه ظللت الاثنين الموجودين دول وبالتالي هظلل عكسهم من اعلى التظليل من اعلى عشان يديني التضليعه الاتجاه بتاع اتجاه السداء لكن هي بيكه معموله او ناتجه من اللحمات ظللت المساحه امام حضراتكم اهيت بالتالي الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنمشي سادة واحد على واحد في بقية اللحمات الفاضية بالتبادل الألوان ولكن ولكن بنقول جنب مربع كل مربع فاضي يبقى جنبه مربع مليان والعكس عشان تديني المساحة بتاعتي مظبوطة. لو جم علامتين أبناء الطلبة والطلبات جنب بعض يبقى أنا التطبيق بتاعي بتاع التمرين مش مظبوط. طب المساحة هنا دي فاضية يبقى قصاد الفاضي ده هنا مليان والمليان جنبها فاضي والعكس ونعمل عمليه التبادل لنسيج الساده واحد على واحد لانها اسمها اسمها اسم الموضوع البيكه الساده انسجه البيكه الساده بالتالي انا خلصت المساحه بتاعتي وكده خلصت التمرين طب لما اجي اعمل اللقي بتاعي او الموجود عندي اتفقنا دايما ان احنا عندنا كل نسيج ساده واحد على واحد هلقيه على درقتين يبقى اختلاف اول اختلاف تاني اختلاف اول اختلاف تاني يبقى انا كده لقيت القلم الساده اللي هم الاربع فتل مش القلم الساده الاربع فتل اللي هي بواقع فتله في الاول واثنين في النص واحده في الاخر الترتيب بتاع القلم الاولاني ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة،, أربعة لأن كل الألم لو أنا بصيت على الترتيب هلاقي دي اختلاف رقم ثلاثة بعد السادة لأنه خد اثنين ثلاثة ودي أربعة ودي شبه رقم 3 ودي شبه 4 3 4 يبقى اي قلم تضليع عندي بيحتاج اختلافين فبالتالي القلم الثاني هيبقى شغال على الاختلاف رقم 5 و6 5 و6 5 و6 فبالتالي لما اجي القي هنا في القلم ده يبقى اقول رقم 5 ثم فتله رقم 6 الاختلاف رقم 6 5 6 5 6 يبقى انا لقيت برضك البيكه بتاعتي على 6 درقات لما اجي اعمل رباط الدوس عندي يبقى انا عندي المساحه الاولى نسيج ساده 1 على 1 اول اختلافين رسمت اول اختلافين عندي النسيج الساده 1 على 1 ودول اول درقتين الدرقه رقم 3 و4 بتقول فوق 2 تحت واحده فوق واحده رقم 4 بتقول فوق 1 2 3 رقم 5 تحت واحده فوق تلاتة رقم ستة بتقول فوق واحدة تحت واحدة فوق اتنين فبالتالي انا رسمت عندي كده ست دواسات بناء على عندي اللي عندي اللقي الموجود عندي على ست درقات يبقى عدد الدرق يساوي عدد الدواسات يبقى انا رسمت بيك على مساحة ستاشر فاربعة نشوف التمرين مع حضراتكم اللي بعد كده بيرسم بيك من اللحمة على اربعتاشر في أربعة مع عمل اللائي ورباط الدوس طب هو التمرين دوت مختلف عن التمارين السابقة مختلف في حاجة واحدة بس أعزائي الطلبة والطالبات إن رقم 14 لو أنا طرحت منه الأربع فتل بتوعي اللي هي فتلة في الأول واتنين في النص وواحدة في الآخر هيبقى من ال 14 هيبقى من ال 14 عشر عشرة لو قسمت العشرة على اثنين هيديني خمسة الخمسة ده عدد فردي فبالتالي لو كان عدد فتل الألم الفردي أو فتل الألم الواحد فتل فردية لما أجي أنفذ فتل السادة بعمل في الفتلتين اللي في النص ببدأ باختلاف أول ثم أول ثاني أول في بعض الطرق بتشتغل على أن أنا أفرد نسيج السادة في المساحة كلها ثم أخذ التضليعة الواحدة بس في الحالة دي أنا مش عارف قيمة الألم الواحد كام طب لو قال لي ارسم بيك من اللحمة عدد فتل الألم الواحد خمس فتل فبالتالي أنا هجمع الخمسة والألم الثاني خمسة يبقى الخمسة والخمسة مجموعهم عشرة واجمع عليهم أربع فتل السادة اللي هي واحدة في الأول واثنين في النص واحدة في الآخر فبالتالي عدد فتل الألم بتاعي فتل فردية نتناولها مع بعض كده ونرسمها زي ما موجود أمام حضراتكم نحدد المساحة بتاعتنا 14 في 4 هنحدد المساحة 14 في 4 الاربعه بتوعنا اتفقنا ان هم ثابتين تمام ادي الاربعه بتوعنا خلاص اهم اتفقنا عليهم اهو ادي اربع لحمات واحد اتنين تلاته اربع لحمات خمسه وخمسه عشره وهناخد من هنا اربعه يبقى ادي عشر فتله الفتله الاولى اتفقنا في الرسم هتبقى اختلاف اول وباي وضع من الاوضاع سواء كانت عدد فتل زوجيه او فرديه الفتله الثانيه او الاخيره خالص من النسيج البيكا هيبقى الاختلاف الثاني من نسيج الساده. طيب الفتل بتاعة الالم بتاعي احنا اتفقنا ان الفتل الالم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة محتاج هنا أرسم فتلتين في النص سادة إذا كان عدد فتل أبناء الطلبة والطالبات تاني بأكد إذا كانت الفتل الألم الواحد عددها فردي يبقى برسم اختلاف أول واجي في النص أرسم اختلاف أول ده الفرق بين العدد الفردي والعدد الزوجي وبعد كده برسم الثاني الثاني يبقى احنا لو بصينا عن فتل القلم الواحد يبقى خمسة لعدد فتل القلم يبقى ده عدد فردي يبقى لما اجي ارسم فتل الساده هرسم اختلاف اول اختلاف اول اختلاف ثاني اختلاف ثاني عشان تديني النسيج بتاعي متكامل وما يحصلش ان في علامتين يجوا جنب بعض هنمشي بنفس الشغل اللي احنا اشتغلناه في عدد فتل القلم الزوجي هنظل المربعين الاسفل والاعلى عشان نعمل التشيفة بتاعة البيكة نيجي قصاد كل مربع فاضي نرسم مربع مليان فبالتالي هنشوف لو جم علامتين جنب بعض يبقى التصميم بتاعنا مش مظبوط لا جت علامة جنب الفاضي جت مربع اهي مليان جه جنب المربع الفاضي مربع مليان يبقى التالي انا كده النسيج تم بشكل سليم وصحيح يبقى كل الفرق بس لو انا جالي سؤال او جيل حضراتكم سؤال عشان احله بالشكل ده إذا كان عدد فتل الألم فردية لما أعمل النسيج السادة بتاعي أعمل اختلاف أول ثم أول تاني ثم تاني لو جالي عدد فتل زوجية يبقى أول تاني أول تاني أعرف الكلام ده منين من عدد الفتل البس الموجودة بتاعة كل ألم لما أجي ألقي بقى أكمل اللقي بتاعي بشكل طبيعي جدا اختلاف أول وهنيجي هنا نعمل اختلاف أول أرسم هنا في السادة اختلاف تاني ارسم هنا في القلم الساده اختلاف تاني وهمشي برضو التأليمة تلاته اربعه تلاته اربعه ثلاثة هتنتهي بالتلاته عشان ده عدد فردي لما اجي في القلم التاني هبدا خمسه سته خمسه سته هتنتهي كمان بالخمسه لما اجي ارسم رباط الدوس عندي نفس رباط الدوس باخد اختلاف اول لنسيج الساده واحد على واحد ثم تليه الفتلة التالية وهو الاختلاف الثاني واخد أول فتلتين من نسيج البيكة من الاختلاف الأول فوق اتنين تحت واحدة فوق واحدة الألم الثاني فوق تلاتة القلم الثاني فوق تلاتة لما اجي على الألم الثاني اللي هاخد فيه الخمسة والستة يبقى هقول فوق واحدة تحت واحدة فوق اتنين والألم الأخير الفتلة الأخيرة في الألم الثاني تحت واحده فوق ثلاثة يبقى بالتالي انا رسمت بيكه عدد فتل الألم بتاعها فردي وبيكه عدد فتل الألم بتاعها زوجي ويبقى احنا كده رسمنا نسيج البيكه من اللحمه والمقلمه في اتجاه السداء لان البيكه من اللحمه هي التشيفات جا ناتجه من اللحمات ولكن التأليمه بتكون في اتجاه السداء. او الارتفاع الى اعلى لان اتجاه السداح زي احنا متفقين وتعلمناه في الصف الاول والترم الاولاني اتجاه السداح هو الخطوط الطوليه اما اتجاه اللحمه فبمشي في اتجاه عرضي ولكن بتزيد عدد الفتل. الموضوع الثاني والجزء الثاني من الترم الثاني هندرس نسيج خلايا النحل. اللي اللي ليه اسم علمي نسيج الهانيكوم نسيج الهانيكوم نسيج الهني كوم ده اللي هو خلايا النحل ده الاسم العلمي بتاعه سمي باسم خلايا النحل لانه هو يشبه تماما خليه النحل نشوف التمرين امام حضراتكم كده ارسم خلايا النحل المستطيله من السداء باستخدام مبرد واحد على أربعة مع عمل اللأي ورباط الدوس يبقى لما يجي لنا نسيج خلايا نحل احنا عندنا كده لما يبقى موجود امام حضراتكم في مستطيله يبقى ايضا في خلايا نحل يبقى في حاجه مربعه المستطيله والمربعه هي انواع مختلفه لنسيج خلايا النحل طيب النسيج بتاعي ليه قاعده وليه خطوات عشان احدد المساحه اللي اشتغل عليها اول حاجه بعملها بجمع البسط والمقام ودائما خلايا النحل بنشتغل كمنهج موجود عندنا في الترم الثاني هو البسط بتاعي دايما واحد على 3 واحد على 4 واحد على 5 واحد على 6 ايا كان التركيب النسجي بتاعي بجمع, بجمع البسط والمقام واضربه في اتنين اضرب في اتنين واطرح منه اتنين هتدينا المساحة بتاعتي عشان نعمل الكلام ده مع بعض لازم نشوفه على ورقة المربعات ونحسبها الاول مع بعض المبرد بتاعي مبرد واحد على اربعة واحد على اربعة يبقى مجموع البسط والمقام خمسة الخمسة اضربها في اتنين تديني 10 فتل دي المساحه مش المساحه اللي انا هرسم عليها لسه هطرح منها اتنين اللي هي عدد فتل ولحمات التقابل تديني 8 اذا كانت خلايا نحل مستطيله يبقى المساحه 8 في 8 تاني كده لو قال لي ارسم خلايا نحل مستطيله لمبرد 1 على 4 قلت 1 و4 مجموعهم 5 2 في 5 ب 10 ناقص 2 فتلتي ولحمتي التقابل تديني 8 اذا كانت مستطيله يبقى المساحه 8 في 8 اذا كانت خلايا نحل مستطيله. طيب بعض ابناء الطلبه والطالبات هيقول ده 8 في 8 دي خلايا نحل مربعه ازاي تبقى مستطيله؟ هي المساحه مربعه ولكن الخليه الناتجه لما بتكمل بعضها بتطلع مستطيله. طب لو عاوزها خلايا نحل مربعه يبقى المساحة عندي عشرة لو خلايا نحل مربعة لنفس المبرد يبقى المساحة عشرة في تمانية عشرة في تمانية دي كده مربعة من السداء لو أنا عاوز أرسمها مربعة من اللحمة يبقى تمانية في عشرة يبقى دي مربعة لحمة يبقى تاني كده أعزائي الطلبة والطالبات خلايا نحل مستطيلة او مربعة ايا كانت المساحة اللي هحددها بجمع البسط والمقام مجموع بسط ومقامي واحد على اربعة كام خمسة ضربتها في اتنين نضعف المساحة تبقى اتنين في خمسة بعشرة طرحت منها اتنين اداني تمانية اذا كنت عاوز ارسم خلايا نحل مستطيلة سواء كانت من السدة او ان كانت من اللحمة خلايا نحل مستطيلة من السداء او من اللحمة يبقى المساحة تمانية في تمانية بنقول تاني طب المساحة مربعة ازاي تبقى خلايا نحل مستطيلة الناتج من خلايا النحل الموجودة بعد رسم 8 في 8 هتطلع مستطيلة الشكل اما اذا كنت عاوز ارسمها مربعة من السداء يبقى قبل الطرح كان 10 وبعد الطرح كان 8 يبقى المربعة من السداء 8 فتل 10 فتل و 8 لحمات طب واذا كانت مربعة من اللحمة يبقى 8 فتل و10 لحمات وهنتناولها مع بعض دلوقتي امام حضراتكم على الشاشه يبقى التركيب النسجي بتاعنا ارسم خلايا نحل المستطيله من السداء باستخدام مبرد واحد على أربعة مع عمل اللقي ورباط الدوس احنا اتفقنا هنا المساحة اللي احنا طلعناها هتبقى المساحة كم في كام 8 في 8 احدد المساحة بتاعت اللي هي 8 في 8 ادي خمسة ستة سبعة تمانية وحدد التمانية اهي يبقى انا رسمت تمانية عرض وتمانية طول يبقى المساحة بتاع التمانية في تمانية بمشي خط مبردي واحد على على المساحة كاملة من البداية للنهاية اللي هي مساحة التمانية في تمانية وهنتناول مع بعض دلوقتي بالشرح اكتر من صيغة لهذا السؤال بالنسبة لخلايا النحل سواء كانت مستطيلة او مربعة يبقى انا مشيت خط مبردي في المساحه 8 في 8 اجي اعمل اعكس الخط المبردي اسيب المربع الاولاني واملى المربع الثاني وامشي خط مبردي عكسي حتى يتم نهايه ال 8 في 8 كده انا رسمت البدايه لخلايا النحل عاوزها خلايا نحل مستطيله من السداء الخلايا النحل المستطيله من السداء بظلل للجزء السفلي وبسيب مربع فاضي ما بين التظليل اللي أنا هظلله أمام حضراتكم حالا يعني أنا كده سبت مربع فاضي ما بين كل علامة أنا خطها من خط المبرد الموجود عشان تديني الخلية وأظلل الجزء العلوي وأسيب بردك مربع فاصل ما بينهم كده يبقى دي خلايا نحلة مستطيلة من السداء أدم ظللت الأسفل والأعلى و حددت المساحة بناء على المبرد اللي هو حدد طيب أنا عندي المبرد بتاعي واحد على أربعة يبقى بالتالي عدد الدرق أو عدد الاختلافات الطبيعي عشان هن... هنقول حاجة مختلفة بالنسبة للمربعة إن شاء الله حالا لو أنا عديت على الاختلافات هقول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى معنى كده الخلايا النحل المستطيلة لواحد مبرد واحد على أربعة تديني خمس درقات يبقى أنا المفروض هاجي هنا أقول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أنا حددت الخمسة أهو طب الخمسة لغاية الفتلة رقم واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة لا يوجد متشابه فبالتالي الفتلة اللي بعد الخمسة هلاقيها أربعة تلاتة اتنين يبقى هنزل بخط مبردي العكس وأقول تلاتة أربعة تلاتة اتنين يبقى أنا ممكن يقول لي آه أكون فاهم جدا في قراءه السؤال واكون فاهم السؤال المغزى بتاعه ايه لو هي خلايا نحل مستطيله لمبرد 1 على 4 اتفقنا ان 1 على 4 مجموعه 5 هنضرب الخمسه في 2 ب 10 هنطرحها نطرح من ال 10 2 يبقى 8 يبقى المساحه المطلوبه عندي 8 في 8 سواء كانت خلايا نحل مستطيله من السداء او مستطيله من اللحمه هتبقى المساحه 8 في 8 طب اعرف عدد الدرج ازاي الصيغه بتاعت السؤال بقى ممكن تيجي المساحه مش موجوده كده خالص، يعني بشكل احب اشوف الطالب بتاعي ابني وبنتي الاعزاء، هل انتم فاهمين ولا ولا حافظين ولا احنا بنطبق قاعده ونفهم وبس؟ او نفهم وبنطبقها ولا احنا حافظينها وبنطبقها؟ لما نقول ارسم خلايا نحله مستطيله سواء كانت من السداء واللحمه على خمس درقات يبقى المبرد المستخدم بقى كام عشان احدد المساحه اه تمام انا سامع اهو عايز طو... انا سامعها كده تمام يبقى مبرد واحد على أربعة لان واحد على أربعة يديني كام اختلاف خمس اختلافات يبقى انا ممكن السؤال صيغته ارسم خلايا نحل مستطيله من السداء لمبرد واحد على أربعة اعرف ان اختلافاتي خمس اختلافات طب لو قال لي ارسم خلايا نحل مستطيله من السدة او من اللحمه على خمس درقات يبقى ما حددليش كده المبرد يبقى بالتالي انا اكون فاهم وعارف ان هو الخمس درقات هو مجموع بسط ومقام المبرد اللي هو مدهوني اللي المفروض اصله مقامه متغير والبسط بتاعي رقم واحد ما خمس درقات يبقى احط واحد واشوفه على كام فيديني مجموعهم يبقى واحد على اربعه. طب لو قال لي ارسم خلايا نحل مستطيله على سبع درقات مستطيله من السداء. طب سبع درقات طب المساحه بتاعتي بقى كام للمبرد؟ هقول الاول المبرد بتاعي البسط بتاعي واحد من السبعه يبقى سته يبقى اقول واحد على سته مجموعي سبع درجات يبقى المبرد بتاعي واحد على سته عاوز اطلع المساحه اقول واحد على سته بتساوي سبعه اتنين في سبعه ب 14 اطرح من ال 14 اتنين تديني 12 اذا كانت خلايا نحل مستطيله من السداء او من اللحمه يبقى المساحه بتاعتي ال 12 في الـ 12 اللي هي ناتج نهايه الطرح. نشوف ابناء الطلبه والطالبات المثال اللي بعد كده ونحاول نرسم كده مع بعض بنقول مثال ارسم خلايا نحلة المستطيله من اللحمه باستخدام مبرد واحد على سته مع عمل اللأي ورباط الدوس. اول حاجه اتفقنا على ان المبرد بتاعنا واحد على سته هنجمع البسط والمقام هنقول واحد على سته يديني كام؟ واحد على سته نعملها تاني القاعده اهي واحد على سته واحد على سته يديني سبع اختلافات اجمع البسط والمقام يبقى واحد على سته يبقى انا عندي سبعه في اتنين ب 14 اطرح منهم فتلتي ولحمتي التقابل يبقى اتنين هيديني عندي هنا اتناشر انا عاوز خلايا نحل نراجع القاعده تاني كده واحد وستة مجموعنا كام؟ سبعة اتنين في سبعة باربعتاشر شلت منهم فتلتي ولحمتي التقابل عشان يديني نسيج متقابل مع بعض وما فيش فتل ولحمات تيجي جنب بعضها متشابهة اديتني المساحة اتناشر يبقى بالتالي انا عاوزها خلايا نحل مستطيلة مستطيلة يبقى المساحة عندي اتناشر في اتناشر مطلوب ان انا احدد المساحه عندي 12 في 12 انا عندي هنا كده 10 وادي ال 2 12 وادي 10 وادي ال 2 12 يبقى المساحه بتاعتنا 12 في 12 هعمل المبرط بتاعي ثاني من البدايه همشي بالعلامات التقابل من البدايه للنهايه املا الخط المبرد اللي ماشي في اتجاه واحد لغايه ما املا المساحه كلها ال 12 في 12 احنا هنا كده كنا نحدد هنا كده كمان فتلتين لل12 عشان يديني 12 فتله 12 فتله ال12 في ال12 وناخد نسيب اللحمه الفتله الاولى العلامه الاولى وناخد اللحمه الثانيه او الفتله العلامه الثانيه عشان ما يدينيش علامات تقابل متجمعه في الداخل داخل المساحه بتاعتي وبعدين ارسم كده المساحه 12 في 12 انا عاوز ارسمه مربعة من اللحمة المستطيلة من اللحمة عشان نرسم مستطيلة من اللحمة اتفقنا نسيب مربع فاضي ما بين مربع ومربع يبقى بالتالي المساحة بتاعتي لو انا ظللت يمين وشمال يمين التصميم ويسار التصميم يبقى دي عندي مستطيلة مستطيلة من اللحمة يبقى لأعلى وأسفل مستطيلة من السده ويمين ويسار مستطيلة من اللحمة وعدد اللاي بتاعي هيبقى على سبع درقات مجموع البسط والمقام هنحاول نتناولها بقى مع تمرين كامل ومربعة مستطيلة من السده بس قبل ما نقول مربعة ومستطيلة من السده دايما رباط الدوس في المستطيلة هو نصف نصف المبرد نفسه. نصف المبرد اللي هم كام؟ سبعة يبقى أنا محتاج واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه وبعد السبعه تبقى سته خمسه اربعه تلاته تنتهي الاتنين لما اجي أنقل رباط الدوس رباط الدوس عندي نص التصميم بالضبط اللي هو على المساحه السبع فتل في ارتفاع عدد اللحمات الموجوده امام حضرتكم نبص مع بعض كده اعزائي الطلبه والطالبات في المثال التاني ارسم خلايا نحله مربعة من السداء باستخدام مبرد واحد على خمسة مع عمل اللقي ورباط الدوس النسيج الخلية النحل المربعة بخلاف خلايا النحل المستطيلة كمساحة يعني لما اجي ارسم مساحة الخلايا النحل المستطيلة الاول كنا بنقول القاعدة بتاعتنا هو نفس الكلام لما هقوله برضك مع الخلايا النحل المربعة واحد على خمسة مجموعه ستة هنقول 2 في 6 القاعدة ثابتة 12 حطينا ال 12 اهي ناقص 2 تدينا 10 طيب لو احنا اتفقنا مع بعض زي ما قلنا في التمرين السابق وما قبله لو المساحة مستطيلة هتبقى المساحة 10 في 10 طب لو المساحة مربعة يبقى المساحة عندي 12 في 10 يبقى مجموع البسط والمقام تاني واحد على خمسه سته اتنين في سته باثناشر ناقص اتنين يدينا عشره لو انا عاوزها مستطيله يبقى المساحه عشره في عشره لا انا عاوزها خلايا نحل مربعه من السداء من السداء يبقى انا محتاج اتناشر فتله في عشر لحمات يعني ارتفاعه كده يبقى العشر لحمات الموجودين امام حضراتكم كده طب انا عاوزهم اتناشر فتله يبقى انا لازم أعد هنا كده ادي عشره وادي ال 12 مع بعض كده عشان تبقى المساحه مظبوطه بنحاول على قد ما نقدر نخلي الرسمه موجوده امام حضراتكم عشان تبقى حضرتك وحضرته يبقى الدنيا بالنسبه لك سهله وبسيطه. طب اذا كانت مربعه احنا اتفقنا ان المساحه تبقى 10 12 في 10 ال 12 ديت همشي فيها مساحه مربع كام؟ طب احنا كنا بنمشي في المستطيله خط مبرادي من البدايه للنهايه واسيب المربع الاولاني واعكس الخط المبردي. بالتالي هنا هعمل ايه؟ انا عندي مجموع البسط والمقام للمبرد كان كام علامه ستة يبقى انا هقول عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي الست نركز كده مع بعض يبقى انا عملت كام علامة ستة الستة دول اللي هم مجموع مين مجموع بسط ومقام المبرد وابتدي اعكس العلامات بتاعتي عكستها للخط المقابل الجهه الاخرى اهي طيب في الحاله دي اعمل ايه ده هي مربعه من السداء بسيب الفتله اللي في المنتصف دي ما اشتغلش عليها اسيبها فاضيه زي ما موجوده امام حضراتكم وقصاد العلامه بتاعه التقابل اللي هي المنتصف اللي هي العلامه رقم 6 باخد علامه قصادها اهو امام حضراتكم تمام اهو واضحه تمام ناخد الخط المبردي الاسفل والاعلى يبقى انا رسمت العلامات بتاعتي للخلايا من اسفل واعلى. نكمل خط المبرادي ونشوف الشكل اللي امام حضراتكم الموجود ايه. رسمت انا كده خلاص وحددت المساحه بناء على ان انا تاني جمعت مجموع البسط والمقام قلت 6 المساحه دي عشان ما بنساش لانها ثابته في جميع الخلايا النحل سواء كانت مربعه او مستطيله ضربتها في اتنين اديتني 12 طرحت منهم من اديني اتنين عشرة المطلوب من عندي ال10 ديت اذا كانت مستطيله تبقى 10 في 10 طب انا هرسم مربعه يبقى ناتج ما قبل الطرح اللي هو ناتج ضرب المبرد في 2 اللي هي ال 12 يبقى المساحه دي عندي كده 12 في ارتفاع 10 لحمات المربعه للسداء زايده يبقى دي مربعه من السداء فبالتالي هعمل بعد كده ايه ابناء الطلبه والطالبات هنملى علامات الموجوده في المنتصف واراعي ان انا دايما بسيب جنب كل مربع موجود للعلامة علامة فاضية عشان تديني التماسك ما تدينيش بتاع الخلية بتاعتي. بالتالي كده أنا بظل للجزء السفلي، احنا اتفقنا التظليل من أسفل ومن أعلى تبقى خلايا نحلة من السداء سواء كانت مربعة أو مستطيلة فقط المساحة اللي هي بتختلف فقط عندي لا غير. هظلل للجزء العلو أيضا وهسيب مربع فاضي بين كل علامة وهنا هيبقى لنا سؤال هنتكلمه مع بعض اثناء عمليه اللقش يبقى انا ظللت الاسفل وظللت الجزء الموجود لاعلى فبالتالي اديتنا خلايا نحلة مربعه من السداء المساحه تاني بنقول لو هي 12 في في 10 طب ما كده المساحه مستطيله مش المساحه مربعه اه بس الخلية لما بتيجي جنب بعضها النسيج ده لما بيتكامل من اعلى ومن اسفل بتيجي الخلية مربعة اضلاعها مربعة تماما يبقى انا عندي الخلية بتاعتي مظبوطة. طيب كنا بنقول ابناء الطلبة والطالبات المبرد واحد على خمسة هيديني ست درقات في الخلايا النحل ودي فقط لا غير اللي بتزيد اختلاف لو انا عندي المبرد بتاعي واحد على خمسة في خلايا النحل المربعة اللي هم ست درقات لا هيبقى عادي الاختلافات سبعة. طب ليه عادي الاختلافات سبعة؟ عشان احنا حضراتكم زودنا فتله اللي سيبناها الفتله اللي في المنتصف اللي هتعمل لي الناتج للتربيعه للسداء انها تكون خلايا نحله مربعه من السداء فانا بالتالي انا هحتاج هنا هقول واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه طب نعدهم مع بعض كده على التصميم الاصلي ونحاول نحط اللون تاني عشان يبقى الخط بتاعنا كده ظاهر الفتلة الاولى اختلاف رقم واحد اختلاف رقم اتنين اختلاف رقم تلاتة اربعة خمسة ستة الفتلة انا سبتها في النص دي ابناء الطلبة والطالبات اللي انا سبتها في النص ديت اللي انا سبتها الفاصل عشان تديني التربيعة للسداء جت اختلاف رقم كام سبعة فبالتالي الفتلة اللي بعدها تيجي رقم كام؟ ستة خمسة أربعة تلاتة اتنين طب يبقى أنا المبرب بتاعي لو جالي قال لي ارسم خلايا نحلة مربعة من السداء ممكن يكون شكل التصميم مختلف في الصيغة بمعنى واحد على خمسة احنا اتفقنا مع بعض انها ست درقات وعندنا فتله في النص يبقى عندنا سبع درجات طب لو جه قال لي ارسم خلايا نحله مربعه من السداء على سبع درقات، إذا كانت مربعه من السداء على سبع درقات، إذا كانت مربعه من السداء على سبع درقات يبقى أنا أعرف إن أنا يبقى أنا أعرف إن أنا عندي المساحة بتقل، بتزيد اختلاف عني، يبقى 1 على 5، ستة يبقى انا لو عاوزها على سبع درقات يبقى انا هرسم مبرد واحد على خمسه عشان عندي فتله في النص مختلفه فبالتالي هاجي اكمل عندي هنا كده يبقى دي الدرقه رقم كام؟ سته خمسه اربعه تلاته اتنين طب لما اجي ارسم رباط الدوس رباط الدوس عندي هاخد جزء التصميم اللي هم السبع درقات تماما اللي انا هاجي هنا كده امام حضراتكم واقول انا عندي هم كام درقه في الاول كانوا موجودين سته هقول واحد 2 تلاته اربعه خمسه ادي الست وهرجع بالخط المبرادي بتاعي للمساحه العكسيه انا رسمت كده السته طب ما انا عندي كان عندي فتله زائده إيه اللي هي السبعه اللي هي مش موجوده في ضمن مجموع البسط والمقام اللي هو المبرد، فبالتالي أنا خدت السبعة لأن وقفت عند الاختلاف رقم سبعة، فبالتالي هنا هسيب مربع فاضي يبقى أنا الستة اللي أنا خدتهم زودت عليهم علامة عشان أبنائنا الطلبة والطالبات ساعات كتيرة بيتلخبطوا في نقول لي إن الفتلة دي مش موجودة معانا، الفتلة مش موجودة معانا كعدد الفتل للمبرد لكن هي كانت فتلة موجودة في المنتصف أنا سبتها فارغة عشان تديني التركيب النسج بتاعي متكامل وتديني تأثير على خلايا النحل إنها خلايا نحل مربعة مش مستطيلة يبقى هنا عبارة وصيغة بنقولها دايما لأعزائنا وأبنائنا الطلبة والطالبات إن المساحة المستطيلة بتكون مساحتها مربعة والمساحة المربعة بتكون مساحتها مستطيلة يبقى تناولنا مع بعض دلوقتي خلايا نحل مربعة من السداء نقول تاني نقول تاني للتمرين عندي مجموع بسط ومقامي واحد على خمسة اداني ستة قلنا اتنين في ستة باثناشر طرحنا منها اتنين يبقى عشرة بنأكد تاني اعزائي الطلبة والطالبات اذا كانت المساحة بعد ناتج الطرح تمانية في تمانية انا عاوزها خلايا نحل مستطيله يبقى 8 في 8 او 10 في 10 طب واذا كانت خلايا نحل مربعه من السداء الفتل بتزيد واللحمات هي اللي بتقل واذا كانت مربعه من اللحمه يبقى الفتل بتقل واللحمات اللي بتزيد كده اعزائي الطلبه والطالبات بنكون تناولنا اليوم البيكة من اللحمة والمضلعة في اتجاه السداء وخدنا كمان خلايا النحل المستطيلة من السداء واللحمة والمربعة من السداء نتمنى ان شاء الله تكون حضراتكم استفدتوا النهارده وان شاء الله نلقاكم في حلقات اخرى اترككم في رعايه الله وامني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته